استنوا يا شباب لحظة واحدة عشان أنا بحط التليفون على حامل جديد إن شاء الله يبقى أريح وأنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أبص في تليفون مراتي كده إذا كنت أنا طالع يعني إيه الصورة مظبوطة ولا لأ، هيبان دلوقتي على طول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي رسول الله. طيب الحمد لله مستورين، يا رب تكونوا في أحسن حال وأيام مباركة مليانة بالطاعة وبالأعمال الصالحة، ويا رب يكون كل واحد فيكم بيخبط على أبواب ربنا يلاقيها دايما مفتوحة. كان المشايخ تعلمنا إن ربنا ملوش أبواب مقفولة، ليه أبواب بيقف عليها الناس لكنها مش مقفولة. اللي بيبقى مقفول بيبقى قلب الإنسان عن الإحساس بربنا سبحانه وتعالى. فيا رب تكونوا حسيتوا كلكم بفتح أبواب ربنا وإذنه لينا في الطاعة في الأيام المباركة اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا وحفظنا كلنا إن دي أغلى أيام على ربنا. مادام دي أغلى أيام على ربنا، المفروض الإنسان اللي بيدعي إنه بيحب ربنا ما يفوتش الأيام دي حسب استطاعته. وكل واحد ربنا مديله إذن في عبادة يعرف إنها بابه إلى الله، وكل واحد يمشي في السكة اللي ربنا ميسرها له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عشان كده هتلاقي ناس ميسرة جدا للصدقة، ما توقفش نفسك، كمل زي ما انت وربنا يكرم عليك. وفي ناس موفقة لأعمال بينها وبين الله سبحانه وتعالى في العبادة، كمل زي ما انت، هذا هو بابك إلى الله. المهم نبقى ماشيين كلنا في طريق ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنتكلم من أول الخاطرة دي، خاطرة الفجر يوميا، على الأشياء اللي لما بتبقى جوه قلب الإنسان بتحجبه إنه يشوف ربنا. لو شلنا الحاجات دي هنعرف نستمتع باستقبال الإلهامات الربانية اليومية والواردات الربانية. من ضمن الحاجة اللي أنا عايز أتكلم معاكم النهاردة فيها حجاب محتاج يتشال، حجاب التظاهر. إن أنا مع ناس معينة ما بكونش أنا، بكون محتاج ان انا اتظاهر بحاجات هي مش حقيقتي عشان اشعر بقبول الناس دي ليا فاطمن. لان الانسان اكبر شهوة عنده زي ما علماءنا علمونا من اكبر الشهوات الشعور بالاهتمام والقبول. فساعات الانسان بيبقى مع مجموعة معينة بيكون مش هو، بيكون ما عندوش، ودي اهم كلمة النهاردة، ما عندوش اتساق ما بين باطنه وحقيقته وظاهره اللي بيبينه للناس. فبيكون القلب مشغول جدا بالتظاهر بأشياء مش في حقيقته، فبيحجب عن ربنا لأنه مركز مع الخلق جدا. الشريعة وسطية في نظرتها لكلمة that's me أو this is me أو be yourself. be yourself الشريعة ما بتقولكش be yourself حتى لو أنت مثلا غلط أو بتحرج الناس أو ألفاظك بتجرح، لا مش be yourself. ولا الشريعة تقول لك اخرج من نفسك خالص بحيث انك انت ممكن تخسر نفسك عشان ترضي حد. الموضوع وسطي. الشريعة بتشجعك على التجمل. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول كنت احب الجلوس مع اناس ينتقون اطايب الكلام كما تنتقون انتم اطايب التمر. زي ما بتنقي الاكلة الحلوة، هو قبل ما يتكلم كان بيوقف ويستخدم أحسن مفردة لفظية عشان تطلع من بقه أحلى كلمة تكرم اللي قدامه. وده تجمل. ده هو كده مش بيتظاهر بحاجة، بالعكس ده بيحسن من ألفاظه لأنه عارف إن الكلمة الطيبة صدقة. الشريعة تشجع على كده، لكن الشريعة ما تشجعكش أبدا إنك تفتعل كلمة بالإنجليزي مخصوص في الحوار عشان تثبت للناس انك انت كلاسي، انك انت يعني من مستوى اجتماعي مرتفع. شفتوا يا جماعة انا بعرف اقول الكلمة دي، فلو سمحتم عاملوني زي ما بتعاملوا المستوى الاجتماعي المرتفع. ده بيبقى مفهوش عدم اتساق. انت الكلمة دي عمرك ما بتقولها بالانجليزي، بتقولها بالعربي، قولها بالعربي. لان كتير من الاوقات ما الواحد هو بيفتعل بيبقى باين وكل الناس شايفاه انه مش حقيقي الا هو، لانه مشغول قوي بالافتعال، فمشغول عن ادراك حقيقة نفسه ومشغول اكتر عن استقبال الهامات ربنا. العلوم النفسية والعلوم الاجتماعية اللي درستها مع اساتذتنا
علمونا فيها كلمتين مهمين جدا، الناس اللي درست عارفين الكلمتين دول. كلمة اسمها genuine وكلمة اسمها authentic. genuine يعني أصلي، وauthentic يعني حقيقي. كانوا بيعلمونا إنك أنت لو عايز تأثر في الناس وتفهم الناس وتبقى قريب من الناس لازم تبقى حقيقي، لأنك لو مش حقيقي أنت هيبقى في صراع بينك وبين نفسك، وعمرك ما هتستريح، واللي مش مستريح من جواه مش هيعرف يخدم الناس، واللي قدامك كمان عمره ما يستريح لك فيفتح لك قلبه لأنه مش حاسس إن أنت حقيقي. يعني أنا مثلا وأنا بحضر الكلمة دي قعدت أفتكر، أنا مثلا أبويا وأمي مربيني إن جدتي اسمها ستي، ستو، دايما أقول لها ستو، الله يرحمهم بقى كلهم يعني جداتي، فمش بعرف أقول نناه. فلما ببقى قاعد في قعدة ممكن أقول جدتي، ممكن أقول ستي، ممكن تكون الكلمة دي مش أعلى كلمة يعني شياكة يعني، بس أنا مش محتاج أفتعل كلمة مش متعود عليها عشان الناس تعرف إن بقول لجدتي يا نناه. خد بالك أنا بكلمك على أمثلة روح فيها لقول رب العالمين في القرآن: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لدرجة إن الإنسان ممكن يكذب في نسبة إنجازات لنفسه حتى يتظاهر بيه عشان الناس تحمده على شيء هو ما عملوش أصلا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. زي مثلا إن الإنسان يبقى حد بيكلمه في حاجة وهو مش فاهم نص كلامه بس بيتظاهر إنه فاهم عشان اللي قدامه ما يتخيلش إن أنا ممكن أكون مش فاهم لغتك ولا مش فاهم الموضوع العلمي ده، فيتظاهر إنه فاهم. المشايخ علمتنا إن ده عكس الصدق، جينوين أصلي وأوثنتك حقيقي ومتسق ظاهره وباطنه، اتعلمناها مع علماء العلوم الاجتماعية والنفسية. التلات كلمات دول بيصبوا في أغلى حاجة المشايخ علمتها لنا: الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خليك حقيقي وخليك عايش مع الناس الحقيقية. الشخص اللي علشان يقبلك محتاج ترطم بالإنجليزي عشان يتأكد إنك أنت كلاسي، ومحتاج تستلف عشان تظهر بلبس معين حتى لو اتدينت عشان يحترمك عشان جزمتك ولا ساعتك، او ان انا ادعي اني بصيف في اماكن فلانية عشان الناس، على فكرة اعملوا حسابكم ان انا زيكم برضو بروح الاماكن اللي ببقى فيها في حتت يعني فيت ان قوي، لو الناس هتحترمك عشان كده الناس دي مش حقيقية، وانت عمرك ما هتكون سعيد معاهم وعمرك ما هتعرف ترضيهم، لان كل يوم في حاجات جديدة ممكن تبقى مزعجة لنفسيتك وشخصيتك حتى لو مش حرام بس مش شبهك. عشان كده احكي لكم تجربه خاصه بي انا. من اكتر المراحل، وهي الحمد لله كانت مرحله قصيره مش طويله، اكتر المراحل اللي كنت فيها مش متسق قوي ومش مبسوط قوي في علاقتي ببعض المشايخ، بعض علمائنا واساتذتنا، انا بطلع في التلفزيون فبدات الناس تعرفني، فبدات امشي في الشارع مع بعض المشايخ فالناس تيجي تسلم عليا وتتصور معايا، واحنا متعودين ان المشايخنا دول ده يا شيخ دي زي ابويا، اخدمه واشكره انه يسمح لي ان اخدمه. فلما امشي في الشارع حد يتصور معايا مثلا ويبقى شيخي معايا ومحدش يسلم عليه او يتصور معاه، فبقيت بشعر بالحرج الشديد، فبدات غصب عني اتظاهر بالتواضع قدام المشايخ، بدات ما بقاش حقيقي لحسن المشايخ تفتكر ان الواحد لما اتشهر شويه انه تعالى عليهم، فبدات اسلم عليهم بطريقه فيها زي ما كان صاحبي بيقول لي تضاؤل. ده مش تواضع، ده انت مش حقيقي، انت بتتضايق مولانا وحضرتك واعمل حركات كده كاني عايز اقول له على فكره والله انا ممكن اكون بس يعني ايه الناس تعرفني شويه بس انا والله لسه تلميذك يا مولانا. مش حقيقي، ده مش حلو، لدرجه ان بعض المشايخ بدا يلاحظ التضاؤل ده فيا، وبدا مشايخنا طيبين وبيحبوا يربونا، فبدا حد يلفت نظري: انت مش محتاج تعمل كده يا مصطفى، احنا عارفينك يعني، وقت ما تبقى تتكبر علينا هنقول لك انت متكبر، مش محتاج تبقى قاعد مش عايز تتكلم لحسن نفتكرك انك بتتقرنن قرننة علمية يعني بتقول معلومات، ما انا بقيت بطلع في التلفزيون. مش محتاج ايه كل الخناقة اللي جواك دي، خليك زي ما انت وانت زي ما انت، وربنا شهرك ولا ما شهركش ما احنا عارفين ان انت تلميذ. انقذوني من عيشة ما كنت بروح اقعد مع المشايخ اتضاءل قوي كده عشان ابعت رساله ان انا على فكره والله لسه تلمسكم، بصراحه مش مبسوط، كان في صراع جوايا ان دي مش حقيقتي.
لغاية ما ربنا بعتهم ليا المشايخ وأنقذوني من دي. تجربة حسيت فيها وقتها إن أنا، أنت مش محتاج تعمل حاجة عشان تبعت أي رسالة، أنت باين عليك كل حاجة. أنت ممكن تتجمل لما يكون فيك عيب، لما تكون متسرع منفعل، ألفاظك مش حلوة، تعليقاتك جارحة، لا تقف وتتأدب وتفكر قبل ما تتكلم. لكن تشرب خمرة عشان تبقى فيت إن في مجتمع معين، لا، ده من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه ووكله إلى الناس، يلا خليهم ينفعوك. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى ولو الأنام غضاب. فلو صح الود منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. الخلاصة، طولت عليكم النهاردة، الخلاصة بيحجب الإنسان عن إن قلبه يكون مع الله لما يكون بيتظاهر بحاجة مش طبيعته، في طريقة كلامه، في تعبيراته، في ادعائه إنه راح أماكن ما راحهاش، في اللغة اللي بيستخدمها عشان يرضي ناس معينة، عشان يحكموا عليه إنه شبههم. ممكن النهاردة مرة يعمل كده، وكتير البني آدم لما بيتظاهر ما بيعرفش يعملها صح، بينطق البي بي والاكسنت بتاعت الكلمات بتخبط في بعض، مش موفق. الناس تحبك لما تكون على طبيعتك، ولما تكون على طبيعتك قلبك هيبقى متفرغ للاستقبال عن الله. يحبوا الجدع، يحبوا اللي مش فاهم كلمة بالانجليزي فيسأل على معناها، يحبوا الناس لان ربنا هو اللي بيرمي الحب في قلوب الناس اصلا. انا ما اعرفش اخلي حد يحبني ولا يكرهني، فانا لما اكون مش فاهم في الموضوع، معلش مش فاهمك، ممكن تشرحها لي؟ ساعتها اللي قدامي يحس ان انا حقيقي فيطمن لي. لكن لو بهز دماغي قال يعني فاهم، وفي الاخر لما اجي اتكلم يبان جهلي، ما كانش حقيقتي تظاهرت. فغيب نظر الخلق اليك بنظر الحق اليك. خلاصة النهاردة، خليك انت انت، مش محتاج تكون انت مش انت عشان تفت ان او ترضي ناس معينة. رضا الناس مش بايديهم، رضا الناس بايد ربنا. اكرم الناس، خليك جدع، خليك بسيط، خليك طبيعي، هتخش القلوب السوية. والقلوب اللي مش سوية، اللي عايزاك تتظاهر عشان يقبلوك، ممكن يكونوا دول مش رزقك اصلا. وربنا يكرم الجميع. صباح الخير، سلام عليكم. الله، استنى بفك البتاع. سلام عليكم.